شفت القار شلون خشن؟ هالمرة ما راح اتكلم على اشغال، هالمرة اتكلم عن اولياء الامور. اقول لكم خاف والله بعيالكم اللي تعطونهم البقيات، والحين جاي موسم البر. انا اقول حق الجهات الامنية مثل ما رخصتوا وحطيتوا ارقام الجيت سكي في البحر وكل شيء، حتى في البر حطوا حق البقيات رقم رسمي ما يطلع برا الشارع، هذا بس بالبر. ولا تعطون اي واحد غشيم من عيالكم وبلحظة مربينا 15-20 سنة تخسرونه أو تصير في عاهة. شوفوا المستشفى العظام ايش كثر فيه. أصلاً البر والكشتة حق الراحة والهدوء والجو النقي، مو حق الغبرة والنكد والإزعاج. وربي يحفظكم ويحفظ عيالكم.